السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب وطلبات الصف الثالث الإعدادي. هنكمل مع بعض منهج سمارت ستيب سكند ترم يونت 4 بارت 2 SOS. هنبتدي مع بعض بريفيجن. بيقول لي ري رايت نمبر 1. It takes me 15 minutes to wear my uniform. يعني استغرق مني حوالي 15 دقيقة علشان ارتدي اليونيفورم أو الزي الرسمي بتاعي. طبعا احنا عارفين put on بتساوي verb wear بمعنى يرتدي، يبقى انا هشيل wear وهقول it takes me 15 minutes to put on my uniform. هنكمل مع بعض. question number 2 بيقول لي sand is good to extinguish fire. يعني الرمال جيدة في اطفاء او اخماد الحريق. طبعا انا هستبدل verb extinguish ب verb put out، يبقى هقول sand is good to put out fire. هناخد مع بعض الجرامر بتاعنا على هيئة examples. اول مثال بيقول لي she studied hard so that she will succeed. هي ذاكرت بجد لكي يحصل لها ايه؟ لكي تنجح. طب انا عندي هنا جملتين ربطت بينهم بأداة الربط so that بمعنى لكي، وجالي بعدها complete sentence، جالي بعدها جملة كاملة. number 2 بيقول لي I work hard to gain a lot of money. يعني انا بعمل بجد لكي اكسب فلوس كتير. ملاحظه هنا ان انا جايب لي الرابط 2 بمعنى لكي، ولكن الرابط 2 بيجي وراه الفيرب انفينيتيف، الفعل في المصدر. example number 3 بيقول لي they were built an orphanage so as to look after the orphans and needy children. بيقول لي هم بنوا ملجأ للأيتام لكي برضو يحصل ايه؟ يهتموا بالأطفال الأيتام والأطفال المحتاجة. أنا عندي الرابط بتاعي اللي ربط لي بين الجملتين so as to برضو بمعنى لكي زي so that وزي to، بس هنا جالي بعدها ايه؟ verb infinitive، جالي بعدها فعل في المصدر. يبقى أنا عندي so as to بيجيلي بعدها complete sentence، to so as to بيجيلي بعدها verb infinitive فعل في المصدر. number 4 she is so young that she can't get the job. يعني هي صغيرة جدا لدرجة ان هي مش هتقدر تحصل على الوظيفة. so هنا جاية بمعنى جدا، وعرفت منين ان هي جدا؟ اللي جاي لي وراها adjective صفة. طيب بستكمل الجملة بكلمة ذات، وبعد كده بتجيب الجملة الكاملة اللي هي ايه؟ بتدل على النفي. يبقى هقول هي صغيرة جدا على انها تقدر تحصل على الوظيفة. number 5 he is such a young boy that he can't drive a car. هو ولد صغير جدا لذلك ان هو مش هيقدر يعمل ايه؟ يقود السيارة او يسوق السيارة. هنا عندي الرابط بتاعي، عندي قاعدة اسمها such that او such a or an، وبعد كده صفة وبعدين that و complete sentence. يبقى انا عندي such هيجي لي بعدها a or an، وبعد كده adjective صفة، وعندي بعد الصفة بيكون الناون اللي انا بتكلم عليه وذات و complete sentence. طب انا لو ما حطيتش a او an يبقى لازم الناون اللي عندي ده يكون ماله؟ plural. plural جمع. number 6 بيقولي he is too young to walk alone. يعني هو صغير جدا على انه يمشي بمفرده. برضو هنا to بمعنى جدا، to بمعنى جدا لدرجة ان لا، وهنا جاية to بمعنى جدا لان جاي لي وراها young اللي هي adjective. يبقى to لما يجي لي وراها adjective يبقى معناها جدا. والجزء التاني من الجملة to walk alone ان هو ما يقدرش يعمل الاكشن ده او الفيرب ده. he isn't strong enough to play football. هو غير قوي لدرجة ان هو مش هيقدر يعمل ايه؟ يلعب كرة قدم. يبقى انا عندي enough to بمعنى كافي لدرجة، وهنا بيجيلي بعدها بعد to بيجيلي بعدها verb infinitive فعل في المصدر. يبقى انا عندي enough to هيجيلي الصفة مالها قبلها ولا بعدها؟ هيجيلي الصفة قبلها وبعدها الفعل اللي انا بتكلم عليه. يبقى احنا النهارده اتكلمنا في الجرامر عند close of purpose. كلمة purpose يعني الغرض، الادوات الربط اللي انا بستخدمها عشان تأدي لي المعنى. عندي اخدنا so that in order that in the hope that وكلهم بمعنى لكي، وهيجي لي بعدهم subject، وبعد كده بيكون عندي will او would can could may might اي model verb، وبعدها طبعا بيكون عندي ايه؟ verb infinitive. طب لو في حالة النفي هنفي باستخدام not. كمان اتكلمنا عن الروابط اللي هي to in order to so as to. الروابط دي بيجي لي وراها الverb infinitive،
وكمان عندي in the hope of بيجي لي بعدها verb ing يبقى انا عندي to in order to so as to verb infinitive in the hope of الوحيده اللي هيجي لي بعدها verb plus ing. هنشوف مع بعض أسئلة rewrite. number one بيقول لي the food was very delicious we ate it all يعني الطعام كان لذيذ جدا احنا اكلناه كله. عايزني استخدم الرابط enough enough واحنا اتفقنا enough بيجي لي بعدها ايه بيجي لي بعدها to وبعد كده الفيرب انفينيتيف وبيكون قبلها الادجكتيف. يبقى انا الصفه بتاعتي اللي هي delicious يبقى هقول the food was delicious enough to eat it all الطعام كان لذيذ جدا بدرجه كافيه ان احنا كلنا ايه اكلناه كله. Number two, the film was so boring. الفيلم كان ممل جدا. I couldn't wait to finish it. أنا ما قدرتش أنتظر علشان أخلصه. هنا عايزين نستخدم to to. إحنا قلنا إن to to دي بتكون الحاجة دي جد يعني فيها درجة مبالغة. الحاجة دي ما قدرش إن أنا أعملها. يبقى هقول إيه the film was too boring to finish. الفيلم ممل جدا على إنه يخلص. She saved a lot of money for buying a car. هي حوشت فلوس كتيرة من أجل إيه شراء سيارة. وهي عايزة تستخدم in order to. يبقى أنا هنا هستبدل الرابط for ب in order to. وطبعاً for بيجي لي وراها ing لكن in order to أو to بيجي لي وراها infinitive. يبقى هقول she saved a lot of money in order to buy a car. Number four, the exam was easy enough that everybody got good marks. يعني الامتحان كان سهل بشكل كافي على ان كل واحد او كل شخص جاب الدرجات الجيدة. فهنا بيقولي too difficult يعني صعب جدا. يبقى انا عايزة احول was easy سهل جدا او الامتحان كان سهل لايه too difficult. يبقى انا هنا هعمل ايه؟ يبقى انا هنا هستبدل الصفات وهعكس المعنى. يبقى انا هقول the exam wasn't too difficult ما كانش صعب جدا for everybody to get good marks. انا استبدلت easy ب not difficult. اخر جزء معنا excel yourself rewrite the doctor is so clever that he treats a great number of patients. عايزنا نستخدم such. number two, they revised the book well in order to make a review. عايزني استخدم so that. Thank you and goodbye.